مسألة انتخاب رئيس ونائب رئيس المفوضية إلى جانب باقي المفوضين تكتسي أهمية بالغة وتقتضي منا إحاطتها بالعناية اللازمة، لأن الأمر يتعلق باختيار نساء ورجال لقيادة عمل المنظمة والتأثير على استجابتها لما تنتظره منها شعوبنا ودولنا تجسيداً للمشروع الإفريقي الكبير. وفي هذا الإطار يأخذ هذا الوفد علماً بمختلف الصيغ المقترحة والخيارات المطروحة، وبالخصوص مبدأ التناوب بين الأقاليم الخمس وداخل كل إقليم بين البلدان المشكلة له وفقاً للترتيب الأبجدي. إلا أن قناعتنا الراسخة تملي علينا بأن مسألة بمثل هذه الأهمية البالغة لا يجب أن تخضع لعملية آلية صرفة لا مكان فيها لتقييم القدرة والتحقق من الكفاءة والتأكد من أن المرشحين من حاملي رؤى وطموحات ومشاريع يرقون من خلالها قارتنا إلى منازل أسمى.